السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. مرحبا بكم ايضا على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا البهلة المقومة مع ذكر الثمن ديالها، كتجينا اروع ما يكون. وقبل ما غادي نبداو الوصف ديالنا، غادي ان شاء الله نوريكم واحد القناة اللي ديال صديقتي اليسا، هي صديقتي جزائرية. كنوجه لها تحية كبيرة، وما شاء الله عندها طبخات اروع ما يكون. هانتوما كما لاحظتوا عندها الجودة في التصوير ولا في المقادير ولا في الطريقة، كتعطي داكشي اروع ما يكون. كنتمنى البنات تدخلوا للقناه ديالها وتشتركوا في القناه ديالها، غنحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، ودخلوا شوفوا الوصفات اللي كدير. عطير البنات روعه، وكنحيي الناس ديال الجزائر كلهم. صراحه عندي متتبعات جزائريات، كنوجه لهم السلام وشكرا لكم بزاف بزاف. ونبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. اول حاجه كنحتاج 250 غرام ديال الزبده. طبيعه الحال هنا كما لاحظتوا خدمت بالزبده ديال البواطه بهذه الطريقه هذه. غادي نضيف عليها هنا تقريبا كاس ونص ديال سكر سنيده، السكر الحبيبات، مع رشه ديال الملح. كما لاحظتوا ممكن تمشيو حتى لجوج كيسان، انا ما تنفضلش الحلاوه بزاف، الا كنكتفي غير بكاس ونص ديال سنيده. غادي نخدمها مزيان بهذه الطريقه هذه حتى غادي نسجم ليا المكونات كلها. حتى كندمجوا داك السكر سنيده مع يعني الزبده، عاد باش كنضيفوا الزيت. بالنسبه للزيت كنحتاجوا جوج كيسان العلبه ديال الزيت ان شاء الله بالميلي، غادي نحطوا لكم في صندوق الوصف. كنحرك الكل، كنحرك غير الكاس الاول مزيان هكا باش كنضيفو، وعاد باش كنضيف الكاس الثاني. هادو من الاسرار ديال البهله، باش كتجينا زوينه وهشيشه، يعني كتجينا كتبقى كما هي واخا تبقى لمده اطول، ما كترطب ما حتى حاجه. ومن بعد كما لاحظتوا كنبقى نخلط بهذه الطريقه هذه، او حتى كنحصلوا بحال واحد الكريمه هكا، وداك الساعه كنبقى نضيفو الكاس الثاني. ولكن من غادي نضيفو كاس ثاني يعني غادي نخدموها مزيان، وكنحاولوا اننا نضربو بالكف ديالنا باش داك الزبده كتذوب لينا وكلشي كيولي لنا الخليط ديالنا ملس هكا كما نقولوا. هانتوما كما لاحظتوا هنا غادي ندير معلقه ديال القرفه، ممكن ديروا معلقه ديال السمن، ممكن تنسموها باي حاجه كتفضلوا، ممكن ديروا فيها النافع، اي حاجه. ديك الساعه مهم النسبه كتبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد. صافي، من بعد هنايا غادي نجيب تقريبا 200 غرام ديال اللوز اللي بطبيعه الحال اللي غنكون حمرته وطحنته، وغنخليه شويه مهرمش لانه فيه الطروفه، باش ملي كناكلو البهله ديالنا كنحسوها انها ديال اللوز. ممكن ديروا بكاوكاو، ممكن ديروا غير بالزنجلان فقط. ان شاء الله راني حاطه لكم في القناه وصفه بلا لوز. كنحتاج هنا تقريبا واحد 100 غرام ديال الزنجلان اللي غادي يكون مصهد بطبيعه الحال ومطحون، ماشي بزاف، ما كنلينوش بطبيعه الحال، غير كنهرمشو وصافي. كنخلطوا هاد المكونات كلها، وغادي نجيب المكون الاساسي في هاد الوصفه ديالنا هو البسكوي اللي بطبيعه الحال دائما كنضيفو مع كنديرو معكم. بالنسبه للاخوات الجزائريات او الاخوات من جميع الدول، بالنسبه للبسكوي اي بسكوي كنعطيو للاطفال ديالنا غير ما يكونش فيه الشوكولاط فقط، اي بسكوي اي نكهه. البنات ممكن ما ديروش هرنيس، ديروا صابلي حتى هو كيجي زوين. في الاخر مهم اي بيمو غير ما يكونش فيه الشوكولاط. صافي، كنحركو جيدا بهاد المقادير هكا. صافي، هنا غندير غنبقى نضيف الدقيق. الدقيق كنحتاج تقريبا واحد كيلو، مهم واحد 900 غرام ديال الدقيق، مهم على حسب شنو غتهز ليكم. كيما قلت لكم غنبقاو مستمرين هكا باضافه ديال الدقيق تدريجيا حتى غادي نحصل على واحد العجينه. غير جربوها البنات هاد الطريقه، الحمد لله ان البهله اللي كندير معكم دائما يعني كتنال اعجابكم، وكتجربوها وفعلا كتخرج 100%.
بدون يعني اي مشكل، ولا ما كاين لا حكاكه ولا حتى حاجه. السر ديالها انتم ما تلاحظوا معايا كيف فين غيكون. صافي غنبقى هكا كنبقى نضيف باضافه ديال الدقيق حتى غادي نجمع العجين ديالي بهذه الطريقه هذه. يعني طريقه سهله واضحه، كنضيف غير بشويه بشويه. ثم كما لاحظتوا العجينه كتبان لكم مقومه، يعني فيها يعني ما ماشي غير بحال داك البهله العاديه، وانما مزيانه كتجينا بنينه لا في المذاق ولا حتى في الشكل ديالها. هانتوما كما لاحظتوا بالنسبه للدقيق فاش بقينا كنزيدو تدريجيا بهذه الطريقه هذه، غنبقى ندير ونخشي في هاد الدقيق. يعني كنخدم دابا بجوج يدين. صافي نبدا نجمع. طبيعه الحال العجينه ديالي ما كتكونش قاصحه وما كتكونش رطبه بزاف ما بين وبين. واخا تفرتت لكم هكا يعني ما عندكم منش تخافوا، كتكوروها بسهوله. هانتوما كيما لاحظتوا صافي. وغادي نجمعها بواحد البلاستيكه ونغطيها حتى الغدا في الصباح عاد باش غنضيف لها الخمارات ونطيبها. بالنسبه للبنات لي مثلا دابا غادي يبغاو يطيبوها كتسناو عليها ساعتين بما ترتاح، عاد داك الساعات انكم تكملوا ليها الطيابه ديالهم وما ديروش الخماره لانه كتبرد. حتى يعني تبغيو طيبوها عاد باش كديروا ما كيوقع لها حتى حاجه. هانتوما البنات الغد لي في الصباح كما لاحظتوا هانتوما جبدتها عادي جدا، وغادي بحال غادي نحلها باش نضيف فيها داك الخمارات بهذه الطريقه هذه. يعني راه بكل سهوله كتعاود تكور لكم بحال ما كتشوفوهاش هكا مفرطه. هانتوما تلاحظوا معايا صافي. نبقى دائما كندير بالخمارات بهذه الطريقه هذه. هنايا غادي ندير تقريبا جوج خمارات ونص، ممكن تمشيو حتى لثلاثه ديال الخمارات، ولكن افضل ديرو جوج خمارات ونص يعني باش ما نكثروش عاوتاني الخميره الكيميائيه بطبيعه الحال. كاينه البهله اللي ما كديرش فيها الخماره، ان شاء الله الاخوات اللي ما تيبغيوش يديروا الخمارات ولا هاد المواد هادو كيما هكا يعني ان شاء الله غادي نحطها معكم حتى هي. هانتوما كيما لاحظتوا صافي. دابا غنبدا ندخل فيها هاد الخمارات هادو. من بعد هنايا كنكون غادي تنبدا نكور، عاد نمشي نشعل الفران ديالي. ما نديروش دابا يسخن لانه الا درنا سخون بزاف ودرجه كتكون عاليه تقدر تحرق معنا من الفوق. بالنسبه للثمن ديال هاد الغريبه هادي اللي صيبت انا كدير 80 درهم للكيلو، 80 درهم للكيلو، وهذه راه تقريبا كتخرج شي كيلو او تقريبا كيلو و 300 او 400 غرام. يعني راه فيها ممكن الا بغيتو تجيبو عبار لاصق يعني كديرو غير كاسونس مثلا ديال سنيده، كاسونس تاع زيت، 200 غرام ديال الزبده ديك الساعه. المهم الا بغيتو انكم ديروا كومونط وتخلي ليكم شويه ديك الساعه كيبقى الواحد على حسب الاختيار ديالو، كل واحد وشنو تيبغي. صافي بهذه الطريقه هذه غنبدا ندخل فيها كما قلت لكم داك الخماره، ومن بعد غادي نكورها عادي جدا. وهنا بطبيعه الحال وزنتها يعني درت فيها 17 غرامات، جاتني ما بين وبين متوسطه، ممكن تمشيو حتى ل 20 غرام او ديروا 18، المهم كل واحد على حسب الاختيار ديالو. هانتوما كما لاحظتوا كنهزها عادي بكل سهوله وكنكورها، ما كتفرتت لا معايا ولا حتى حاجه. هانتوما صافي هكا كنكون انني شل عرفت البهله ديالي هذا هو القوام ديالها. صافي يعني غير بداتك الدرجه ديال الحراره ديال اللي درك تسهل معاكم. صافي كما قلت لكم غادي نجيب هنا الميزان، ضروري ان باش يجيني قياس واحد وعبار واحد. كندير هنا 17، ممكن كما قلت لكم تشوفيهم من 18 حتى ل 20 الا بغيتوها كبيره شويه، انا درتها متوسطه. صافي غادي نحطها في الصينيه ديال الفرن كما قلت لكم، وغادي نشعل الفران يسخن هو الاول، عاد كندخل البهله ديالي كطيب ليا من التحت
تتشقق وعاد كنطلعوها الفوق. يعني ردوا بالكم ما يكونش عليها العافيه مجهده، كتكون مهيله. انتم غتلاحظوا معايا الفران ديالي والعافيه ديالو كتكون ما بين وبين، وداك ساعات كنطيبوها هانتوما كيما لاحظتوا كنديروها في الفران لتحت هانتوما كيما تشقات ليا، نطلعها الفوق عاوتاني غير شي شويه تقريبا 5 ديال الدقائق نشوفوها، نهزو وحده نشوفوها تحمرات من التحت صافي نحيدوها وعاوتاني نكملو بنفس الطريقه. وهذه هي البهله ديال اليوم، كنتمنى الفيديو نال اعجابكم بصحه وراحه. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الفيديوهات ان شاء الله الجايه، وفرجه ممتعه. والسلام عليكم الى الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلامه.